الله يرحمه، هو كان صاحبك من زمان. عادل كان النسخة الجميلة مني في كل حاجة، رغم اني كنت بعد الهكف واقول له انا مش عايز اسمعك ولا عايز اعرف انت بتعمل ايه وابعد عني، بس كان دايما جوايا صوت بينادي يقول لي يا رب ما يسمع الكلام ويبعد. بتحب نفسه في كل حاجة، بس عمري ما تمنيت له يخسر. علاقة كده غريبة أنا ما كنتش فاهمها، ولما ابتديت أحاول كان فات الأوان. سابني في أكتر لحظة أنا محتاج له فيها. النهاردة وأنا في المدافن خفت قوي. أنا ما كنتش بخاف. الناس اللي ما بتخافش دي تخوف. أهم بقوا بيخافوا وبيتكسروا على عيالهم. أنا اكتشفت إني ما بفكرش في ابني غير وهو قدامي. النهاردة أنا عديت على مدفن أمي جنب مدفن عادل، قعدت أتكلم معاها ولا أنا مش عايز أوصل ابني جنبك، خليه هو اللي يوصلني أحسن، مش عايز كده.